تعالوا اوريكم الثلاث الوان دول اللي هم ازرق وابيض واسود ممكن نعمل بيهم ايه. هناخد شويه من الازرق ونحطهم في الباليتا بتاعتنا ونحط عليهم نقطتين ميه ونخلطهم، وبعدها ناخد شويه اسود ونحطهم في نفس الباليتا ونفس نقطتين الميه ونخلطهم بنفس الطريقه، ونعمل نفس الكلام مع الابيض بالشكل ده. بعد كده نفرش ميه على الورقه بتاعتنا كلها زي كده، ونيجي باللون الازرق ونلون اللوحه بتاعتنا من فوق لتحت بالشكل ده ونغمق فوق شويه، وبلون ابيض هعمل السحاب بشكل بسيط في الجزء اللي فوق من اللوحه. بعدها استنى اللوحه بتاعتي تنشف واجيب اللون الاسود وابتدي اعمل مباني في الجزء اللي تحت على شكل مستطيلات زي ما انتم شايفين، وهجيب اي حاجه دائريه وهعمل القمر باللون الابيض في نص اللوحه، وبعدها بفرشه فيها لون ابيض هعمل النجوم بالشكل ده، وبشيل اللزق وكده شكل اللوحه في النهايه. اظن انها سهله جدا، فانصحكم كلكم تجربوها.